هذا البرنامج برعاية STC. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعي. في هذه الحلقة ومن جدة نستضيف سيدة الأعمال الأستاذة غادة عباس غزاوي، وهي متخصصة في مجال العلاقات العامة وتنظيم المعارض في المملكة وخارج المملكة. في البداية رحب فيك أستاذة غادة عباس غزاوي، مرحبا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. في البداية ودي تعطينا تعريف، نبغى نفهم وش معنى علاقات عامة وش معنى المعارض. يعني أنا أشوفها في بلدنا زي ما نقول يعني ثقافة جديدة، ثقافة مش متداولة كثير، معناها موجودة لكن مش بالمعنى الواسع للجميع يدرك تفاصيلها. إيش معنى علاقات عامة وتنظيم معارض؟ طبعا هي العلاقات العامة هي أنه تقوم المؤسسة بتعريف عن الخدمات اللي بتقوم فيها الشركة أو الشركة الأخرى، يعني بمعنى آخر يعني التنظيم والمعارض. خلينا ناخذها بكذا جزئية. العلاقات العامة زي أمبريلا أو مظلة وتقع تحتها كذا جزئية، منها تسويق، منها event management، منها advertisement، so many things، يعني أشياء كثيرة تخدم العميل نفسه. العميل يكون عنده مؤسسة أو شركة أو منتج معين يبغى يظهره للمستهلك. فإحنا نقوم بعمل دراسة كاملة لي وكيف نظهره للمستهلك. طبعا أنتوا تصيرون شركة منفصلة مش داخل الشركات، يعني تستعين فيكم الشركات. نعم، إحنا طبعا شركة منفصلة، وفي في شركات كبيرة يكون عندها جزء علاقات عامة. الشركات الكبيرة زي البنوك عندهم ديبارتمنت أو علاقات عامة، أغلب الشركات الكبيرة بيكون عندها ديبارتمنت حق علاقات عامة. وفينا بيستعينوا بشركات حق علاقات عامة. طيب هل يعني الشركات اللي تنظم المعارض بنفس المسار؟ يعني مثلا أنا أشوف عقاريين مثلا كمثال، يعني هم يسووا معارض لكن هل هم بنفسهم ولا يستعينوا بناس آخرين لهم الخبرة ولهم الدراية الأكبر بهالشيء؟ لا، يستعينوا بشركات. إحنا عادة إحنا مو بس فقط معارض، إحنا تنظيم المناسبات التجارية. فهي معارض المقصود فيها إنك أنت يكون عندك منتج جديد نازل في السوق. دائما المنتج الجديد نازل في السوق لازم له تعريف. صحيح. فإحنا نقوم بإنه إحنا يجينا المنتج ويكون العميل يعرفه للتجار، فلازم نطلع لهم بفكرة جديدة كيف نقدم للتجار. شركة إعلانات تسويق يعني؟ لا، غير شركة التنظيم هي اللي بتقوم بهذه الفكرة. شركة الإعلان بتقوم. معلش بس خليني عشان أفهم المشاهد. نعم. إيش الفرق بين أنا أصير مسوق معلن وبين شركة إعلان وما بين نشاطكم؟ طيب إحنا تنظيم المناسبة، تنظيم المناسبة يعني أو الإيفنت مانجمنت. yes. It's totally different عن فكرة الإعلان. الإعلان هي الفكرة اللي بتطلع التلفزيون أو بتطلع في الراديو مباشرة، بتطلع دايركت للمستهلك نفسه. okay. بس أنت في مرحلة اللي هي قبل ما تطلع للمستهلك بتطلع للتجار اللي بيعرضوها في المحلات، اللي يعني يشتروا التجار نفسهم. أيه. بيجوا يشتروا من البضاعة. يعني مثلا أنت الحين عندي مثلا جهاز تليفون جديد نازل، طيب فلازم التجار يجوا يشتروا من جهاز التليفون هذا عشان يعرضوه في محلاتهم. فأنا لازم أعزم التجار هذولا، أنا صاحب الجهاز هذا لازم أعزم التجار كلهم عندي عشان أوريهم المنتج الجديد وأعرفهم على إيش المميزات اللي فيه، فالتجار يشتروا من هذا الجهاز عشان يبيعوه للمستهلك. أنت مش الكونسيومر الأخير يعني. لا. أنا still in the middle. فأنا أجي إيش أسوي؟ تجيني شركات الدعاية والإعلان تقول لي أنا عندي هذا الجهاز وأبغى أعمل له إيفنت، تعمل له launching event اللي هو حفل انطلاق للمنتج. تدشين للمنتج. أوكي. للمنتج هذا. واحنا التراديشنال كان الزمان يعني كان المعتاد يسووه انه هو يجيبوا المنتج يعرضوه بطريقه ديسبلاي بسيط، ويجوا التجار يتفرجوا عليه يقولوا له هذا مواصفاته، سواء كان جهاز او تليفون او عصير. طيب، او تسووا هالطريقه يعني ايش جديد. الفكره انتم تسوون يعني. طيب هذا منتج ايا كان، انا اعطيك الفكره. يعني مثلا احنا جانا مثلا اخر شيء كان عندنا جهاز تليفون عملنا له 3D mapping which is حاجه جديده، تعتبر جديده يعني الديزاين، الفكره الانطلاقه، هذا نيو فورم اوف، هذا احدث نوع تكنولوجي. okay. 3D mapping ان تظهر المنتج ب 3D mapping نيو تكنولوجي. ايش معنى 3D mapping؟ اوكي، 3D mapping اللي هي البيكتشر نفسها تتحرك بطريقه تحس انها ثلاث الابعاد. هي هذه بطريقه ثلاث الابعاد. مثلا اخر مره سوينا ايفنت، مثلا مره كان عندي ايفنت حق منتج رز،
اوكي منتج الرز دائما التجار يجوا يدوق الرز هم ويشتروا منه الكميات. انا ما سويتها بالطريقه التراديشنال انه جبنا رز عادي وعرضناه وكذا وجو التجار ذا قول، لا اكشلي عملت زي الكيوغرافي زي الشو، دخلت فكره الاعلان نفسه اللي كان متصور أوكي. عملته لايف في القاعه، وكانت فكره الاعلان انه في فيله ماشيه في الصحراء تروح لكامب سعودي تقدم الرز ويفرح بالرز وكذا. انا جبت بدل فيله لاني ما لقيت فيله دخلت جمال على القاعه. يعني فكرتكم تجي على الكرياتيف كرياتيف شويه بالضبط كذا، انه احنا ما نعمل تريديشنال ستاف يعني اشياء اللي هي معتاده او النمط العادي او كذا يعني فكره الابداع نعم بهالشكل نعم. طيب هل يتعارض يسوي كونفليكتد مع شركات التسويق والاعلان ولا ما يتعارض؟ لا هي كله الان مطلوب الإبداع. يعني مين اللي يستعين فيكم، الشركات ولا الشركات التسويق والاعلان؟ ممكن يجينا دايركت من الشركات وممكن يجينا من شركات الدعايه والاعلان. يعني احنا بيجينا طلبات من كل الجهات، ممكن يجيني الكلاينت دايركت وممكن يجيني من شركات الدعايه والاعلان. طيب خلينا نرجع لنفس الحوار الاول اللي احنا تكلمنا عن العلاقات وتنظيم المعارض. تنظيم المعارض انت في المملكه كيف تشوفيه؟ هو وصل لمرحلة يعني يعتبر يعني في أول الطريق الصحيح، في شروط كثيرة عليه لطف يعني عليك شروط كثيرة وعليه متطلبات كثيرة أوكي. بس أنا أحب أن أكون متفائلة دائما، ما أحب أن أكون محبطة، فأتوقع أنه على السنة الجاية والسنة اللي بعدها تكون أحسن، نتمنى ازدهار أكثر ونتمنى أنه الآليات. وين المشكلة؟ كانك تقولي في عقبات وتجاوزنا. يعني أنت لو 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 تخش على وزارة التجارة وتشوف الشروط المحطوطة عليها على المعارض، إقامة المعارض، يعني أنا ما أذكرها الحين ما أقدر أقول لك إياها الآن لأني ما أذكرها، لكن شروطها بصورة عامة الضمانات المطلوبة على إقامة المعارض مبالغ مرة كبيرة، الرولز والريجليشنز كثيرة، فأي إنسان يبي يقيم معرض سواء كان مؤسسة صغيرة أو عنده فكرة أو شيء الدعم ما هو موجود، يعني السبورت ما هو موجود، فهذه يعني مجرد عندك ترخيص وبس. لا الترخيص مو سهل إنك تجيبه إذا حصلت عليه. إذا حصلت يعني عليه يعني باقي عليك أنت، هي مو بس الترخيص يعني ما في دعم، ما في عملية لا. استعانة بجهات ثانية تساعدك مثلا تشاركك مثلا في الدعم، ما في شيء من A to Z تصير مسؤوليتك. تصير مسؤوليتك أنت، هذا غير الضمانات اللي أنت لازم تحطها. يعني مثلا في أشياء ليه ضمانات؟ يعني مثلا زي عشان تاخذ الفنيو نفسها اللي هي أرض المعارض نفسها يبغالك تدفع مبلغ مرة كبير، ويعتبر على مثلا المؤسسات اللي هي الصغيرة تعتبر مبلغ جدا عالي يعني الكوست كثير عالي عليهم، فلما يجي يدفع مبلغ بس ضمان فوق المليون ريال إيش الرنبي اللي يحاجيهم ما بين بيع وما بين تأجير. هذه من أبرز العقبات اللي يعني هذه واحدة من العقبات. طيب وش اللي تطالبي فيه أنت؟ يعني أنا أقول إعادة الرؤية ثاني يعني تغييرها يا تأسيسها، يعني أعتقد إنه القوانين هذه جديدة يعني ما هي جديدة، يعني إحنا أغلب القوانين الموجودة في وزارة التجارة ما هي جديدة يعني قديمة. ففي أشياء كثيرة ما هي مواكبة العصر الآن وما هي مواكبة الظروف اللي إحنا فيها الآن. طيب أستاذة الحين أنت ليش اتجهتي بهذا العمل يعني خاصه في مجتمع ما انت عارف مجتمعنا خلا انا اقول الكلام هذا، مجتمع مقفل صعب متدين يرفض الجديد ما يعطي فرصه ودائما ليش والتفسيرات السيئه والسلبيه واو يعني كيف دخل هالجو انت؟ طيب انا بدات في العمل هذا من 11 سنه. 11 سنه نعم، يعني شوف الكلام 11 سنه يعني كان يمكن اصعب من الكلام اللي انت تقوله الان. اصعب كثير اي. انا اول شيء من الناس اللي يحبوا ما احب الروتين، ما احب العمل الممل، يعني ما احب العمل المكتبي ولا احب العمل التقليدي الممل. فلما بدات مشروعي بداته طبعا بتشجيع من الوالد الله يرحمه، كان هو الدعم الاول، ووالدتي الله يديها طول العمر، ويعرفوا ان انا هذا بالذات تنظيم المناسبات، يعني تنظيم المناسبات والتغيير والابداع هو هذا اكثر شيء انا اميل اليه اكثر من العلاقات العامه يمكن. فبدأت هذا المجال من هذا البلد، عندي طاقة واشتغلتها وأنا في ألمانيا واشتغلتها في كذا مكان في العالم قبل كذا، فجيت حبيت أطبقها هنا. في بداية في أول سنة وسنتين كانت جدا صعبة بالنسبة لي، بس كان عندي إصرار وكان عندي دعم كبير من أهلي، يعني أعطوني سبورت والدي الله يرحمه ووالدتي يعني الله يرضيها طول العمر، أعطتني دعم كبير، فالحمد لله اني استمريت. يعني كان تجاوزت كل المصاعب. تجاوزتها. باقي مصاعب ولا يعني شوف الدنيا ما تخلو من مصاعب، الحياه ما تخلو من مصاعب. ظروف اليوم مش مشكله، انا اقصد يعني الظروف اللي تعيق العمل.
لا تعيق، بتجين ايام في اشياء يعني انا اقولها، انا اسميها الظروف اللي القوانين العقيمه اللي هي ما لها معنى، ما لها سنة، عرفت؟ تجيك اشياء كذا تقول طب ليش، او ما تفيد، بيروقراطيه ما تفيد، يعني ما تفيد. بس هذه اشياء ارجع اقول لك انه اغلب القوانين اللي موجوده واغلب الاشياء قديمه، هي يبغى لها اعاده ترتيب وتنظيم. وهم اعتقد انهم في البروسس اللي بيسووها الان، يعني ماخذينها جزئيه، يعني في اشياء قاعده تتغير. يعني انا اشوف التغيير اللي صرنا فيه من 11 سنه لين الان شتان، يعني معليش من يوم ما بدات لين الان فرق كبير، سماء والارض. يعني كيف كنا اول وكيف الان، انا اشوف فرق كبير، واشوف الاريحيه في العمل كيف لما بدات وكيف الان، اشوف فرق كبير. يعني انا الحين مرتاحه اكثر. يعني اذا قلنا خلينا ناخذ بلغه ارقام، اذا كنا اول ما بديتي مثلا قلنا عند رقم واحد انت وعلى نسبه 10، انت وصلتي يعني كم؟ حقول الان يعني 6.5. كويس يعني. اتس فيري جود. طيب يعني اقول 6.5 ومتفائله، يعني 6.5 ومتفائله، ما عندي احباط. والظروف تتحسن. والظروف تتحسن. هذا شيء طيب. طيب انت اكيد في ظروف سوقك في منافسة، يعني مش لوحدك أنت، وأكيد أنه مش بتقدمي شيء منتج غير موجود أو غير متاح أو إلى آخره، ففي كومبتيتيف عالي من منافسي من شركات إلى آخره. كيف شفتي يوم دخلت أنت؟ يعني هل وجدتي الساحة مفتوحة سهلة؟ أنا ما تهمني المنافسة، المنافسة الشريفة. يعني أنا ما تهمني المنافسة الشريفة، بالعكس أنا أتمنى أني أشوف منافسة أكثر، واحب اني اشوف انه يعني بيطورك، صح؟ نعم بيطورك. طبعا اكيد هذا يديني حافز اكثر اني انا اتعب اكثر واني انا اشتغل اكثر واطور في حالي اكثر. بالعكس، واتمنى اني اشوف عيال بلدي، ركز على النقطه هذه، عيال بلدي اكثر في هذا المجال. بنرجع لها هذه، بنرجع لها. في هذا المجال بالذات وفي مجال العلاقات العامه والدعايه والاعلان، انه يحتكروا هذا السوق. انا ما اقصد فيها اي عنصريه فيها، ولا اني اكون يعني ما ابغى احد ياخذها بحساسيه او بحساسيه، لكن للاسف الشديد انت تنظري لها من انها فرصه ممكن تكون. لكن للاسف الشديد احنا عندنا مشكله، احنا ما زلنا نعاني من عقده الاجنبي. يعني انا ممكن اجيك الان بعقد بعرض لعمل، وانا عندي كل الامكانيات، عندي الفكر وعندي الامكانيات وعندي الاجهزه، وانا تعليمي خارجي واتكلم لغتين، اتكلم انجليزي وفرنسي كويس. عندي غريبة ما تعرفي الألماني. الألماني لا ما حبيتهم كثير فما تعلمته، بس يعني عندي دراية كويسة، وعندي الأجهزة حقتي في يعني top of the line، state of the art و top of the line، وأحدث شيء موجود عندي هذا بالنسبة للإضاءة والليزر والساوند وكل شيء. وأنافس أي شركة أجنبية تجيبها للمملكة هنا، سواء من فرنسا أو من بريطانيا أو من شيء، بستعين بخبرات أجنبية. يعني لما يكون عندي مثلاً إيفنت كبير أجيب فني من الخارج، أجيبه خاص عشان يعمل لي مثلاً برمجة معينة أو حاجة، وأدرب الموظفين اللي عندي والعمالة اللي موجودة عندي على تكنيك معين. لكن تيجي شركة من فرنسا تقدم العرض مثلاً ب10 مليون، وأكون أنا شركة لوكل سعودية وبنت بلد، وأقدم العرض مثلا بمليون و2 مليون، رخيصة، تروح الشركة الفرنسية. هذه أكثر منافسة تعبية. هذا من القطاع الخاص، هذه القطاع الخاص والحكومي، هذه أكثر منافسة أنا تتعبني. أنا ما يتعبني إنه تيجي شركة سعودية. فهم اللعبة، أرفع سعرك. حتى لو رفعت سعري برضو، حتى لو رفعت سعري، عندنا عقدة الأجنبي. يعني أنا ما تتعبني لو جات شركة فلان آدمي وأنا قدامه وجاء هو أخذها، لا حلال على قلبه. أنا ما زعل أبدا، بالعكس أقول الله يهنيه ويبارك له، لأن هو يوم يأخذها وبكرة أنا أخذها، وهذه أرزاق. بس إنه تيجي شركة أجنبية من برا تأخذها بس عشان مجرد إن هي أجنبية بريطانية، هذا يدل على إنه اللي بيوافق على العرض هذا أو يرفض إنه مش متخصص وفاهم. يعني هذه الأشياء اللي إحنا يعني إحنا في السوق تضايقنا، يعني أنا في السوق تضايقني كثير، وأنا أعرف زملائي كمان يعني من سيدات الأعمال ورجال الأعمال اللي في مجالي، يعني أكثر شيء يضايقهم هذا الشيء، إنه يعني ليش إحنا ما ينقصنا لا عقل ولا فكر ولا خبرة في السوق إن إحنا نقدر نسوي أشياء زي كذا. يعني هذا الأكثر شيء يتعبنا، إضافة إلى إنه السوق العلاقات العامة والدعاية والإعلان والإيفنتس محتكر من فئة معينة.
لا ود اذكر اكيد كل الناس عارفينها انا يعني. اقول اللبنانيين يعني المهم كل الناس عارفينها وهذه السعوديين فيهم عندهم مشكله انهم يخترقوا هذا الشيء واحنا بنحاول يعني انا لما دخلت السوق من 11 سنه كانوا يتفرجوا علي كانوا يدخلوا ويجوني يقول لي انت اكيد سعوديه يعني اكيد سعوديه يعني طبعا انا شكلي ما اقول لهم انا ابوي مكاوي وامي قصيميه يعني ما حتلاقوا اكثر من كذا يعني ابوي مكاوي وامي قصيم ايش تبغوا يعني ما كانوا مقتنعين يعني خلطة. اي ما كانوا مقتنعين انه انت سعوديه لا يعني اكيد انت ما انت سعوديه ما كانوا مرضين يعني؟ لانه ما يتوقع انه ممكن يطلع هذا الشيء من السعوديين هذا في البدايات تمام ومرت الايام وانا في جاني احد على مكتبي قال لي انتم مشكلتكم السعوديين انتم ما تضاينوا انه انتم تدخل السوق وما تضاينوا وانا اتذكر اخذت عناد المساله كانت عندي عناد قلت له انا اتذكرني كويس لأنه جالس على قلبكم وان شاء الله يكون سامعني الحين طيب والحين ايش صار يعني وصلت لمرحله وين اقدر اقول انك في الصفوف الاولى في الوسط انا شوف انا دائما اعتبر نفسي انه انا لسه في البدايات يوم ما احس نفسي اني وصلت يمكن اوقف فانا لسه اعتبر نفسي في البدايات انا اقصد في الحصول على العقود بغض النظر لا على العقود الحمد لله انا ماشيه ربيت سمعه كويسه كثير الحمد لله كاسم اسمي معروف الحمد لله في السوق ومعروف مبادئ كويس انا امشي يعني اسمي هو اهم حاجه عندي ف سمعتي في السوق الحمد لله تعتبر كويسه انا ما ادور على الكلمه اللي دائما اقولها not quantity quality يعني مش الكم لكن عدد في الليمون عدد في الليمون زي ما يقولوا يعني ما ادور على كيف اقول الكوانتيتي الكواليتي طيب بحكم ان السوق الان مسيطر عليه تقريبا يعني نقدر نقول زي ما قلت جنسيه معينه هم غالبا اللبنانيين اخواننا اللبنانيين اوكي احتكاريه حتى في القنوات الفضائيه الاعلانيه الى 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 اخره السر وين انت تشوفين لا تعليق لا يعني ما هي شطارة خبرة ما أعرف أرد عليها السؤال يعني ما صعب الرد لا ما بلاش طيب أنزل طيب خلينا نتكلم على حجم السوق لهالقطاع ده كله معارض العلاقة خلينا نأخذ المعارض أول بعدين نأخذ موضوع العلاقات كم حجم السوق هذا كفلوس والله حجم السوق هو حجم العلاقات العامة يقول حوالي نص مليار كسوق وتحديدا كنمبر ما في نمبر ما في رقم يعني ما قدرت اوصل انا اعتقد يعني سهل اقدر اعد المعارض كم كلفت يعني انا ما قدرت اوصل للرقم انا مش شاطر بالحسابات كثير يعني انا حقه الابداع ماني حقه ارقام ماني اقتصاديه ابدا يعني على الكونترير يعني ماني اقتصاديه ابدا انا حقه ابداع يعني اكثر ف صعبه هذه ايش هي الرقم كرقم يعني هو حجم السوق عامه كمناسبات واعراس وككل كايفنتس عامه الزبات 7 مليار yeah. هل يتخللها معارض ولا لا ما تشوف طيب بتوقف مع فاصل السعودات مشاهدينا فاصل ونعود الخطوط الجويه القطريه طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم ستقام الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية في شهر سبتمبر في نينكسيا الصين CNBC عربية تنقل إليك نبض الأسواق ومستجدات عالم المال والأعمال اشترك في خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS أرسل رسالة قصيرة على الأرقام التالية وابقى على اتصال وتذكر CNBC عربية بالوسائط المرئية ليس من سمع كمن رأى معنا اتصال الو 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 جو الو 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 جو اهلين مين معي عمرو جو معك اندري معك احمد من الاردن من وين من دبي انا فرق من العراق اول سؤالات الحلقه من حقيبه طيب ما هو اعلى سعر سجله اليورو هذه السنه يا عمرو اروح لاعلى واحد مزبوط اندري ما هو السهم القيادي في السوق السعودي بنك الرياض خطا يا احمد من هو رئيس مجلس اداره شركه اعمار وهل يخفى القمر الاستاذ محمد العباس مزبوط شكرا لك محمد ممكن كثير محمد الو الو الاسماء الرابحه بس حتكون معنا بالسحب بنهاية البرنامج ألو ألو جو
هذا البرنامج برعاية STC. مشاهدينا الكرام، من جديد نستكمل حوارا مع الأستاذة غادة عباس غزاوي، وهي سيدة أعمال من جدة وتتخصص في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة وتنظيم المعارض في المملكة وخارج المملكة. طيب سيدة غادة، خلينا نتكلم على موضوع يعني كيف نقدر نقسم تخصص في هذا العمل، بمعنى أنه هو معارض وعلاقات عامة وفيها كرياتيف وكذا، هل هي منفصلة في القدرات الشخصية في مجال العمل ولا هي متجانسة كعمل واحد؟ هي أغلبها متجانسة، بس الدعاية والإعلان عادة منفصل عننا شوية. يعني الدعاية والإعلان فيها جرافيكس وفيها تصميم وتصوير وأشياء زي كذا، فدائما تكون منفصلة عن العلاقات العامة والإيفنت مانجمنت. لما تقول إيفنت مانجمنت تتخللها اللي هي تنظيم المعارض عادة. دائما يربطوا العلاقات العامة مع الماركتينج مع الإيفنت مانجمنت، هذول الثلاثة دائما يكونوا يعني one package معظم الأوقات يعني. بس الدعاية والإعلان هي اللي تكون منفصلة، لأنه it's another domain، دومين مختلف تماما، تصريح مختلف تماما، يروح تحت وزارة الإعلام وشيء ثاني يعني. قصص طويلة. يعني another thing، وتخصص يبغى له graphic design ويبغى له أشياء ثانية يعني. طيب أنت كيف تشوف دور المرأة بهالعمل يعني؟ أنا أوكي أنت مرأة، قد يكون هي المرأة غالبا هي الأقرب لعملية الإبداع، التصاميم، الأشياء الحرفية، الأشياء الفنية، الأشياء الديكورات إلى آخره. هل هذا فعلا هو يعني أساس يبنى عليه ولا أنه مجرد؟ أنا عادة ما أحب إني أفصل العمل إنه هذا ينفع للمرأة أو ما ينفع للمرأة، يعني ما عمري أعملها كرايتيريا يعني إنه هذا الرجل، هذا عمل للرجل وهذا عمل للمرأة. لكن أنا أحب تعتمد على الشخصية، لأنه ممكن تلاقي رجل مبدع فيه يعني. في رجال في الماركت هذا، في سوق العلاقات العامة، يكون سو كرياتيف وعنده أفكار جدا مبدعة. أوكي. وفي الإيفنتس نفس الشيء، يكون فنان يعني، عنده رؤية وعنده فيجن معينة وبيطلع بأفكار جدا مبدعة. وفي نفس الشيء بالنسبة للمرأة، وممكن تلاقي مثلا المرأة تكون محامية وتكون بارعة يعني مش قصة انه هذا العمل يناسب مرأة exactly. بس انه انا بالنسبة لي انا يعتمد على الشخصية اكثر من ما يعتمد على كونها امرأة او رجل. انا هذا رأيي يعني في الموضوع. طيب ثقافة انتشار المعارض يعني في المملكة مع الدول المجاورة، يعني احنا نشوف ما شاء الله في يعني احنا دائما دبي مسببت لنا ازمه كثر ما نقارن فيها. اوكي، معارض طائرات، معارض بواخر، معارض ملابس، ملاعب تاكس الى اخره. هنا هل عندنا احنا ثقافه المعارض الان؟ يعني هم انا اقول في خلال 3 سنوات الماضيه بدأوا يعني ثقافة المعارض هذه، وبدأوا يستقطبوا المعارض اللي هي الانترناشنال، يعني نفس المعارض اللي تقام في دبي صارت تقام هنا. عملوا معرض الأغذية والمشروبات والضيافة الدولي هذا اللي بيقام في دبي، أقاموه هنا 2 سنين وراء بعض، وتشز يعني هذه تعتبر خطوة كويسة. جيتكس قام هنا ما أدري كم سنة وراء بعض، فيعني في معارض دولية بيستقطبوها من دبي. طيب كيف نسهل أن نزيد المعارض؟ لأن المعارض مش مسألة أنه عرض منتج، فيها أبعاد سياحية، فيها أبعاد تسويقية حتى للبلد، تحسين سمعة، جذب سياح، مصدر دخل، أمور كثيرة يعني. كيف نسهل يعني نقدر نقول كل شهر والله نشوف معرضين ثلاثة؟ أنا قم يعني كنت أقرأ اليوم أنه هيئة السياحة بتحاول أنها تقوم بأشياء يعني أنها تسهل هذا، وكانوا حاطين statistics، ما أذكر الرقم بصراحة عشان لا أدي أرقام ما هي صحيحة. أوكي. يعني بس أنه ما بين السنة الماضية والسنة هذه دخلت المعارض، بس السياحة، سياحة المعارض دخلت مبالغ جدا عالية على المملكة ما بين السنة الماضية والسنة هذه. تتوقع يكون مبالغ أكثر من كذا لو كان في تسهيل أكثر؟ لو في تسهيل أكثر أتوقع كان في أحسن من كذا. يس أتوقع. طيب الحين الشركات الكبرى يعني كثيرة متنوع بهالمجال، أوكي، لكن غالبا نشوفها قليلة يعني في هالمجال، في مجالكم هذا. يعني أنا أقدر أعد 4-5 شركات. ليش قليلة مش كثير؟ هو الآن بدأت الناس تعترف فيه يعني. هي أنت لو تكلم من 6 سنوات لما كنت تروح لحد تقول علاقات عامة والإيفنتس ما كان يقتنع، يعني كان يقول ليش هذا تضيع وقت أو تضيع فلوس يعني. بس الآن لا، خلاص الآن الكل عرف أنه هذا شيء لابد منه، ضروري انه هو يوصل للمستهلك.
للإند كونسومر, إنه سواء كانت أدفتايزمنت ولا علاقات عامة ولا طريقة الإيفنتس. وصلت الصورة طبعاً, النتوركينج والنيو تكنولوجي والأشياء هذه كل اللي إحنا داخلين فيها الآن وصلت للتاجر نفسه إن هو لازم يستخدم هذه الميثودز بسبب المنافسة العالية. دفنتلي يعني ما يبغى لها. يعني أنت الحين أنت في عصر السرعة ويبغالك تواكب العصر عشان توصل, وانت عشان توصل للأشياء هذه لازم تستخدم التولز, والتولز اللي تستخدمها هي سواء كانت العلاقات العامة أو الادفتايزمنت أو هذه اللي هتوصلك. طيب ليش الشركات الكبيرة اللي موجودة في المملكة, أنا ما أبغى أسميه عشان ما يزعلوا ولا عادي أسميه, ليش يستعلم شركات أجنبية؟ يعني مثلا قطاع الاتصالات, شركات الكيميكال, شركات مدري مين, كلها شركات معروفة عالمية. يعني نرجع تاني لعقدة إيش؟ المحلي الأجنبي. يعني الأجنبي ضد المحلي. أنا هذه اللي أرجع أقول لك إياها تاني, رغم إنه أنا متأكدة يعني زي ما أنت جالس قدامي الآن إنه في كفاءات جدا عالية سعودية. أنا ما أتكلم عن نفسي ولا أتكلم, يعني يمكن أنا ما عندي إمكانية إنه أو الكاباسيتي, أنا أمسك مثلا شركة كبيرة أو ما زكي حالي يعني إيه؟ بس أنا I know for a fact إنه في شركات دعاية وإعلان سعودية عندها كفاءات تقريبا, يعني اللي نقول الكواليتي لا يقل عن 10 أو 15 شركة سعودية, شباب سعوديين are very good high quality وأفكار وإبداع وتصوير ويعني top of the line. طب ليش؟ يعني أنا شفت شغلها ما يصير. تقولي لي وين السر؟ بس بدي أعرف. أنا أبغى أعرف السر. أنا أدور معك. ما في. أنا أدور معك. يمكن يعطون عمرات. الله أعلم. كم تعطون أنتم؟ ما أدري. ما أدري. لا جد يعني. والله ما أدري. أنا أدور معك لما تعرف السر قل لي, وأنا إذا عرفته بقول لك. خلينا نتكلم على الشركات العلاقات العامة والتسويق, إن عمرها قصير دائما. صحيح. هي تحدي. أنا قلت لك قبل كده هي مسألة تحدي. الناس اللي عندهم long term vision يعني رؤية بعيدة الأمد, أنا إذا قاعدة طالع لقدام وقاعدة حاطة في بالي إن أنا أستمر في السوق, هستمر في السوق. وأنا قد التحدي هذا هستمر في السوق. أنا قلت لك, أنا تقلي قبل كده أنتم ما تجلسوا. لا بس هل فعلا في سوق في شركات تدخل وتطلع تدخل وتطلع؟ نعم. وش السبب إنه ما هي يعني ما هي فيكسيت يعني مش موجودة؟ لأنه تحديات السوق كبيرة. تحديات السوق كبيرة والتشالنجز مرة كبيرة. فأنت يا تصمد قدامها يعني الخطوات اللي تيجي أو بداياتهم ما كانت يعني صحيحة؟ لا مو شرط, not necessarily. يعني في ناس تكون عندها الفكر وعندها الدراية وعندها كل شيء وبادئين صح وكل شيء, لكن الخطة اللي تجيهم تكون قوية ما هم قد الخطة يعني, فيضطروا أنهم they leave the market يعني. وأنا أعرف ناس كثير كده للأسف يعني هذا الطريقة. أي. طيب هل صحيح إنه شركات العلاقات العامة اللي في مجالكم أو الإيفنت أو غيرها تعتمد على العلاقة الشخصية البيرسونالي علشان أخذ عقود؟ يعني لا. مش والله أنا عندي كفاءة خلاص يعني مو لازم أعرفك شخصيا ولا عن طريق الوالد ولا عن طريق مدري مين ولا أخو ولا زوج ولا إلى آخره. يعني أنا بيرسونالي أنا أتكلم عن تجربتي, ما أعرف عن الباقيين بس أتكلم عن تجربتي. إيه؟ أنا أول إيفنت أخذته لوحدي, دخلت على شركة وكانت شركة عادية, جاني العميل نفسه وعرفني على شركة الدعاية والإعلان اللي هي مسؤولة مسك الإيفنت, وأتذكر كلير لي مدير الشركة قال لي أنت مين؟ طب ليش أعطيك الإيفنت؟ كذا قلت له والله عندك 2 options. option 1 إنه اعتمادا على اللي أنا قدمت لك إياه البرزنتيشن حقتي يعني تتوكل على الله وتعطيني البرزنتيشن تعطيني العقد يعني. إيه؟ والأوبشن الثاني إنك ما تعطيني العقد وتنتظر إلى ما تسمعني, وأنا أوعدك إنك هتسمعني لأنه هذا اسمي اللي مكتوب, هذا اسمي والحمد لله ربي فرجه وعطاني العقد. هذا أول إيفنت. ومرة ثانية حتى كان عندي عقد كبير مع شركة كبيرة, وكان والدي الله يرحمه يسمع إن أنا رايحة وجاية على الشركة هذا, ويعرف هو صاحب الشركة كثير يعني صاحبه كثير يعني, فيقول لي أنا أكلم فلان, أقول لا أبوي أنا لغاية الحين رايحة وجاية مع المانجرز يعني حقونه, ما شفت الكبير أنا بطريقة طبيعية يعني. بس ما يعني ومن غير أحد يعني من غير لا أبوي ولا أكلم أحد يعني, أنا رايحة مع المانجرز حقونه. فقلت له لا بابا يعني لين الآن أنا رايحة وجاية على المديرين لحالي يعني. والحمد لله أول ما وقعت العقد مع المدراء حقون الشركة وقعت معهم عقد سنة, وهذه يمكن كانت سبب إن أنا يعني كمان انطلاقة كبيرة بالنسبة لي. اتصلت عليه لأبوي وأقول له إنه بارك لي أنا وقعت عقد معه, قال لي أنا مرة فخور فيك, أنا هذه كانت تسوى عندي ملايين
يعني مو قيمة العقد يعني بس انه كانت شيء كبير شيء شخصي بدون دعم من اي حد يعني فالحمد لله لا ما كان ما بس هل هذا موجود في السوق يعني شوف هي تمكتشر انت بتستعمل العلاقات العامه هي عباره عن بس ما بتدوب صح كيف يعني ما يبني على عليها اساس يعني انت ما تبني اساس العمل البروفيشنال يعني الحرفيه في العمل انت ما تبني عملك على العلاقات الشخصيه لان انت اذا حتكون حرفي في العمل وبنيت على اساس انك انت تعتمد على العلاقات الشخصيه انت ما حتستمر في السوق هذه فور شور هذا إذا أنت باني أساس عملك على هذا الأشياء على إنه علاقات شخصية هذا الناس اللي ما تستمر في السوق أنت إذا تستمر على الكواليتي حق عملك إيش يعني أنا مثلاً دخلت السوق وحطيت في بالي إنه أنا أبغى أعمل كريديبيليتي يعني لازم أكون لنفسي سمعة وأكون اسمي أنا اسمي كيف أكونه بأن أنا أتعامل مع أكبر الشركات والله في ناس يقفزون قفز بطريقة يعني خلي أقول لك بالعلاقات وإلى آخره مع ذلك زي ما تفضلتي في الأخير هم يسقطون لكن هم في بهالطريقة هذه يلغون الناس كفاءات يروحوا بسببها بس لا انت استمريت انت كيف تستمر في السوق تستمر بانك انت تبني الاسم حقك انا يمكن اخذني وقت كثير بس انا الحمد لله الحين يعني لما احد يجي يسأل حيعرف ايش الكواليتي الحمد لله يعني زي البراند يصير زي البراند طيب كيف تكتسبون انتم المهارة والمعرفة هالعلم في هالمجال هذا انتم كيف تنمون انفسكم وتطوروا انفسكم اوكي عندك الايفنت عندك العملاء وعندك اوكي لكن اكيد تحتاجوا تطوير تغيير من وين طيب اول شيء احنا انا بالنسبه لي انا بطلع كثير مع يعني معارض برا بسافر كثير بحضر مؤتمرات كثير اي شيء له علاقه في عملي هل العمل قائم عليك انت بالذات لا عندي اسيستنت مانجر وعندي مانجر وعندي ستاف المكتب وعندي عمالة مش انت يعني انت جيمر كل شيء انا اقصد انه انت صاحبة الفكرة الإبداعية ولا في ناس ثانية؟ لا في ناس ثانيين طبعا احنا هول تيم اتس فول تيم يعني لا انا جزء من اوكي انا جزء من أوكي. ومن غير التيم هذا كله ما يكون أوكي. وفي زمن الواحد ما يفكر كذا ما ينجح ابدا اي لانه طبعا في بعض ما يحبس السنترايز لا كل شيء عايز الواحد ما يفكر لازم تكون تيم ورك هو اللي يخلي الواحد سكسسفل طيب كيف تنمي هالمهارة ليك وللي معك طبعا المجموعه الثانيه فيه طبعا لما قلت لك احنا بنستقطب ترينر مثلا فني من الخارج انه يعلمنا مثلا تكنيك معين يكون عندنا ايفنت كبير ومحتاجين انه يجي يعمل لنا ديزاينز معينه نجيبه يعلم الباقيين كلهم everybody learns كل الناس تتعلم يعني اللي تكون مثلا سكرتيره بتتعلم اللي تكون كده فكلنا بنتعلم we all learn اي تكنيك جديد احنا كلنا بنتعلمه على اساس انه يكون كلنا درايه ايش العمل اللي قاعد بيصير سؤال جبالي الان يعني مين اسرع مواكبه هل انتم تطوروا اسلوبكم في العرض وفي الايفنت وغيرها ولا المنتجات تتغير بسرعه تتطور اسرع من منكم المنتجات تتطور بسرعه منتجات كثير تتطور بسرعه بالذات احنا في مجال يعني خلينا ناخذ مثال الموبايلات مثلا يعني ما يجي شهر الا شهرين ثلاثه الا جديد جديد, جديد 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 حتى احنا في مجال الاضاءه والليزرز واللايتس وكذا احنا كل شهر يمكن في جهاز جديد لايتس جديده ليزر جديده مثلا ليزرز فجاه تصير 4 كالر ليزرز ال اي دي سكرينز كل شهر في جهاز جديد طيب مين اسرع يطور نفسه هل انتم تواكبون على حسب ايش يعني الجديد يجي وتتابعوه ولا انتم تحاولوا تسبقون لا احنا المانجر اللي عندنا مره ممتاز وفنان نفسه هو كمان ودائما اب تو ديت يعني فكل يوم والثاني طالع بفكره جديده وطالع فاعتقد ان هو مواكب معهم وبيواكبنا معهم برضه هل ممكن توجد سلع ما تفهموها لا ما اظن ان وصلنا لمرحله زي دي يعني انا بالنسبه لي يعني تكنيكلي انا ما شاطره شوية. ايوه تكنيكلي انا ما اقدر اقول ان انا شاطره كثير يعني انا بحاول يعني انا مور كرييتيف يعني انا ممكن اقول ان انا ابغى مثلا الاضاءه تكون لونها كذا وابغى دي الاشكال تكون موجوده كذا بس تكنيكال لا انا ما افهم كثير انا اشوف في المولى ذبحونا في الثلاث لمبات وتنفخ هذه هذا عرض هذا لا انا حاعطيك صور وتشوفها انت وتقول لي كيف لان انا اشوف هذه سايره زي الكوبي في كل مكان لا 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 احنا توتالي ديفرنت لا احنا اشتغلنا في جنادريه واشتغلنا في بنعمل بانوراما وبنعمل اشياء ديفرنت يعني اوكي طيب هل تعتقدين الفرص في السوق لا زالت كبيره لا زال يعني خلينا نقول السوق ما تغطى السوق لا زال فيه فرص ضخمه كبيره جدا لم يعني يغطى بشكل كبير في فرص كثيره اي وما زال بس التفتوا علينا شوي يعني محتاجين ان احنا يعطونا فرصه يعني احنا عارف لما تكون انت يعني انت توصل لمرحله في الابداع ويوصل عندك سقف الابداع يعني تخبط في السقف
احنا منتظرين الفرصه هذه. يعني انا كيف انا الى الحين اكرر هالسؤال، كيف كسر هالجدران هذه؟ يعني احنا بنحاول انه احنا قدر المستطاع بنشارك في كذا حاجه انه احنا نظهر. يمكن ما سوقتوا نفسكم كويس انتم؟ ما اعتقد، يعني لانه احنا موجودين في كل حته سواء كانت از ا بروفيشنال، يعني از ا جوب. تنتظروا العميل، ما بتروحوا للعميل؟ لا بنحاول. لا الحمد لله احنا شغالين اول ذا تايم، يعني احنا اليوم شغالين وامس شغالين وكل يوم عندنا شغل الحمد لله. مش مساله شغل، ناقصنا شغل، بس انا قصدي في اشياء معينه منتظرينها يعني انه نطلع فيها، انت فاهم؟ بس طيب ايش ينقص القطاع عندكم عشان يصير قطاع قوي، قطاع موجود وحاضر، ايش ينقصه؟ الدعم والفرصه الصحيحه. دعم الشركات نفسها، الشركات نفسها، الفرصه الصحيحه. يعني زي ما يكون عندهم ايمان بالشركات الاجنبيه يعطوا الشركات السعوديه الفرصه الصحيحه فقط. يعني خلي عندك ايمان بالشركه السعوديه، يعني اعطوهم فرصه واعطوا فرصه. يعني انت كيف يعني مثلا الحين لما يدخل علي احد ويقول لي يقدم لي اي شيء، انا بشوف الكريديبيليتي ليست حقته، بشوف ايش التراك ريكورد، يعني ايش عمل قبل كده، ايش انجازاته، وانجازاته دي كلها تكون فيها بروف، يعني في بروف عليها، وانا على هذا الاساس اوافق عليه او ما اوافق عليه. فاحنا بنقول لكم اعطونا فرصه، يعني شوفوا احنا عملنا ايش واعطونا فرصه صحيحه انه احنا نثبت نفسنا، بس مش على اساس انه والله انا شركه سعوديه وهذه شركه اجنبيه، واحنا دفنت لي اقل. طيب. يعني هذه فلوس كلها طالعه برا. اي طبعا زي غيرها تطلع. أي. طيب كيف العاملين، او ما ابغى اقول السعودي يعني مواطن كيف يعمل في هالقطاع؟ موجود؟ موجود نسبه معقوله ولا؟ لا نسبه معقوله ككرييتيف ولا كاونر؟ لا ككرييتيف وكاونر مع بعض يعني ما عنده مشكله يعني؟ لا ما عنده مشكله. طيب هل في مخرجات تعليم بتساعدكم يعني في هالشيء ولا؟ لا. هي بالتدريب وبالتجربه وبالممارسه؟ لا هي بالتدريب وبالتجربه والممارسه، يعني يجي بياخذوا مثلا تريننج معنا فور 3 مانس وبعدين يبداوا معنا العمل، يعني بالتدريب عاده ما فيها مشكله. لا. هذه طيب هل تعتقد انت انه في مجتمعنا، يعني انا بحول على موضوع ثاني بس بخلي بعد الفاصل، اخر شيء بسالك فيه في هالجانب، هل انت تعتقدي انه هذه الشركات وهذه المؤسسات ممكن نشوفها في يوم شركات ضخمه زي ما ابغى اسميهم كبار، شركات كبار ممكن سعوديه، شركات سعوديه في مجالك؟ اتمنى. انا هذا بالنسبه لي حلم، يعني اشوفك موجوده في دبي، موجوده في مصر، موجوده في دول ثانيه. انا للعلم انه انا بطلع اسوي ايفنتس في البحرين وبسوي في ابو ظبي وبسوي في دبي وفي مصر، يعني انا عملت ايفنتس في هذه كل الدول، وبطلع في الرياض والخبر، وما نطاقي ما هو جده فقط، انا داخل المملكه كلها، وخارجيا سويت في البحرين، اشتغلت في مسقط، اشتغلت في ابو ظبي، في دبي، يعني بطلع. انا البيس حقي عندي جده وعندي الرياض، هذا بيس كاوفيسز يعني. بس انا اتمنى انه احنا نوصل لمرحله انه يكون عندنا زي الفرانشايز، زي الشركات الكبيره هذه. واتمنى نشوف الشركات الثانيه السعوديه كده، هذه امنيه بالنسبه لي، حلم. الله يعينك يا جل. اوكي توقف مع فاصل مشاهدينا. فاصل وانا شريط المعلومات برعاية البنك الأهلي المتحد. آخر أخبار الأسهم السعودية، كن على اطلاع، أرسل SMS على 5678 الجوال، كن أول من يعلم. أهم أخبار الأسهم السعودية مباشرة على هاتفك المتنقل. من حقيبتي. قفزت أسعار البترول فرفعت مستوى التضخم وهددت النمو ودفعت بيع الذهب إلى مستوى قياسي. تعال معي في رحلة عبر المعلومات. من حقيبة جو على شاشة CNBC عربية.
هذا البرنامج برعاية STC. مشاهدين الكرام، نكمل حوارنا مع الأستاذة غادة عباس غزاوي، وهي سيدة أعمال وأيضا متخصصة في مجال المعارض والعلاقات العامة. بنغير المسار شوي، بنفكك من المعارض ومن العلاقات العامة شوية. بتكلم عن المرأة ووظيفة المرأة، لأنه قليلا نلقى مرأة سعودية تتكلم، يعني بالست شهور يلا لقى واحدة تتكلم، مع أنه أكثر واحد ناس أزعجونا في الحقوق وما الحقوق، ما عاد تيجي تقابلها ما تطلع. أوكي، هذا رأي شخصي. لا، حقوق يعني العمل وما العمل، ما تكلم عن حقوق ثانية. هل تعتقدين أن المرأة في يعني كعمل كتعليم أخذت وضعها الطبيعي؟ كعمل المرأة مثابرة، ومو من الآن، من زمان. يعني أنا أتذكر من حكاوي أسمعها من أيام أمي الله يديها طول العمر، مثابرين عندهم كفاح ونضال، وبتعمل من زمان، مش من أيامنا إحنا الآن. أيام الفقر يعني. أي يعني من يوم الدنيا دنيا، وأمي وأمهات الجميع كلهم كانوا يعملوا، وقاموا بجمعيات وقاموا بأعمال، واللي كانت تدرس واللي كانت ماسكة بنك واللي كانت ماسكة أشياء كثيرة. فمو اليوم اللي إحنا قاعدين نتكلم، فقاعدوا عملوا من زمان، من 50 سنة ومن 60 سنة يعني صار لهم زمان يعملوا، مو الآن. إحنا الآن نتكلم عنها، الآن إحنا جاتنا الفرصة إن إحنا نطلع في وسائل الإعلام والتلفزيون ونتكلم ونقول حقوق المرأة والمرأة ودور المرأة وإيش بتسوي المرأة. هذا الفرق عن أمس واليوم. يعني أنا أشوف المرأة وفي العهد هذا الآن وصلت لمراحل كثير عالية وبتاخذ حقوقها. يمكن في أشياء نقصتها والطريق لسه قدامها، بس إن هي وصلت. تعتبر يعني بداية طيبة يعني. تعتبر بداية جدا جيدة، وإنها وصلت وإن شاء الله بتستمر. يعني وصلت لمراحل الحمد لله. احنا الان اليوم يعني نفتخر بالمرأة السعودية، وصلت في محافل كثير مختلفة، وصلت لدرجات جدا عالية، اخذت جوائز عالمية ومحلية على مستوى العالم العربي العالمي. فكلنا مقتنعين انه المرأة الحمد لله ناقصها اشياء معينة، ان شاء الله بتستمر عليها، يعني بتستمر على نفس الكفاح اللي هي ماشية عليه وبتوصل ان شاء الله. هل تعتقد في توازن في حقوق عمل المرأة؟ يعني انه صاير ما أقول نفس المسار، على الأقل يعني في توازن ما بين فرص اللي يأخذ الرجل وبين فرص اللي يأخذها المرأة. أوكي، إحنا ما حنا ندخل في مقارنة بين المرأة والرجل، لأني أنا أرفض هذه المقارنة، أرفضها تماما. ليش؟ لأنه هذا سجال عالمي، يعني دائما في جميع أنحاء العالم يقول لك حقوق المرأة والرجل والأفضل. أنا ما أرفضها. الرجل له عالم والمرأة لها عالمها، إن تدخل في المقارنة بين الاثنين يعني it's a waste of time. أنا بالنسبة لي أعتقد okay. جدل بيزنطي. Exactly. فهنخش في جدل وما له داعي يعني. فالمرأة معروفة إيش هي، إيش اللي ليها وإيش اللي عليها وإيش عطائها وإيش كفاها. يعني زي أنت تيجي الحين تقارن المرأة بالرجل، طب المرأة إلها واجبات، هل الرجل بيشاركها فيها؟ أو يعني إلها وظائف، هل الرجل يقارن فيها؟ لا. يعني إلها ربنا خلقها بطريقة معينة، إن هي عطائها وكينونتها بطريقة معينة بتعطي وبتعمل أشياء الرجل ما يقدر يعملها. فإحنا كيف بنقارن المرأة بالرجل هنا؟ فما نقدر نخش في هذا السجال أو هذا النقاش. فالمرأة مختلفة عن الرجل هنا، إلها حقوقها وإلها احترامها وإلها تقديرها وإلها عطائها وإلها كل شيء. وصلت المرأة لمستوى معين، أنا أعتقد أنه أنا كامرأة سعودية مرتاحة، ينقصها أشياء. ما أقول إنه هي والله معززة ومكرمة ومدللة لا، لأنه هي بتتعب كثير ومكافحة كثير. يعني كل مرأة سعودية سواء كانت ربت أسرة وبتربي أجيال هي بتتعب برضو، سواء كانت سيدة أعمال أو مدرسة أو في بنك أو بتتعب وبتكافح، لأنها بتعمل وبتربي أسرة في نفس الوقت. قدامها وقت وقدامها لسه عطاء وكفاح، ونتمنى أنها توصل إن شاء الله. طيب أنت الآن كمرأة جزء من المجتمع، أنت تقولي علشان يعني خلي موضوع أنك سيدة أعمال وبزنس وإلى آخره، أنت إيش محتاجة عشان تقول والله أنا أخذ فرصتي في العمل كل وجودي كل تعاطي؟ يعني حقوقي في العمل أنت تشوفيها سهلة تأخذيها، ولا تشوفيها والله لازم يعني على قولتهم لازم أفوز في الحيط؟ لا، يعني أنا بجيني أيام أحس أنها صعبة وأنه يبغى لها كفاح ونضال وصعبة، وأيام أحس أنه ألاقيها لا الحمد لله بتسهلة. فهي كلها في نهاية اليوم أرزاق. يعني أنا مقتنع بهذا الشيء، إنه ساعات إذا رزقتي بتجيني وأنا جالسة مكاني من غير ما أكافح وأضارب عليها. نقطة ثانية بقولها، إحنا كسيدات أعمال السوق العمل اللي يدعمنا في سوق العمل هو الرجل.
يعني في نهاية المطاف، لأنه ما في سيدات كفاءه يقدر يدعموني أنا كامرأة. يعني نسبة سيدات الأعمال الموجودين ما تكفي إن خليني أمشي أنا كبزنس. يعني كم واحد حتعطيني إيفنت أو كم واحد حتديني عقد علاقات عامة؟ قليل يعني، قليل جدا، ما تقدر تخليني أنا أي سوفايف كل السنين هذه. فأكيد في نهاية اليوم اللي بيدعم مؤسستي هو رجل في آخر المطاف، يعني في آخر اللي بيعطيني الكونتراكت هو رجل. فأكيد إن أنا مدعومة بطريقة أو بأخرى برجل. أنا طبعا مدعومة بكفاءتي ومدعومة بحرفيتي في العمل أو بالكواليتي حق عملي في نهاية اليوم. إيش رأيك بالنظر رجال الأعمال والقطاع الخاص إنه هذولا والله ما عندهم إنسانية، أوكي، مصاصين دماء، قطاع خاص هذول رجال أعمال ينظر لهم نظرة إنهم هذولا يعني ما في عندهم رحمة، ما في عندهم يعني خلينا نقول أي فائدة في مجتمعهم، يعني مجرد يستفيدوا بالربحية العالية و إلى آخره، يعني خلينا نقول مسؤولية اجتماعية. تشوف رجال الأعمال وأنت سيدة أعمال يقوم بدور ولا تشوفي والله؟ والله شوف، إحنا ما نقدر نعمم هذا الشيء أكيد طبعا، لأنه أنا شفت رجال أعمال كثير بيقوموا بدورهم في المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية بأكمل وجه بصراحة. يعني بيدعموا المجتمع بصورة عالية جدا، بيدعمونا إحنا نعتبر إحنا مؤسسات صغيرة، ما إحنا من مؤسسات كبيرة أو ما إحنا من الشركات الكبار، يعني بيدعمونا إحنا، بيدعموا رواد الأعمال، بيدعموا الشباب والشابات. فلا، في وفي النوع الثاني اللي هو تعمل لهم أنت أعمال معينة وتتعب ويجي على وقت الدفع ما يدفع لك مثلا، وهذه للأسف الشديد ظاهرة جدا سيئة. يكون رجل أعمال كبير وشركة شنة ورنة واسم معروف جدا. طيب أنت سيدة أعمال، هل واجهت مشكلة والله هذه رئيسة شركة مرأة؟ لا يترددوا؟ لا، في البدايات، في البدايات بس برضو يعني أحب أنوه إنه يعني مسألة الثقة في البداية كانوا أخذين الموضوع كذا، أقولها بالطريقة العامية يعني ما يصير بهللة، اتبهللوا علي يعني كذا، إنه عارف كذا أخذوها إنه كذا يعني إنه إيش بس سلوا، أيوة إنه اتبهللوا علينا كذا، إنه عارف كنا إحنا سيدتين ومعنا رجل بلتر اللي يعني تبهللوا علينا كذا. بس الحمد لله يعني ربي أعطاني قدرة إني أنا أوقفهم عند حدهم بأسلوب كذا راقي. بس كانت موجودة في البداية. أي في البداية. تغيرت النظرة الحين. الحمد لله. كثيرة. الحمد لله. طبعًا الواحد مع السنين مع الوقت بتعلم والخبرة، وتعلمت وبعدين الاسم الواحد كون اسمه كمان وسمعته، فخلاص الواحد الحين يعني لما يروح مكان الواحد يعرفه. يعني. ساعدوك الغرفة التجارية؟ لا صراحة لا. ما ساعدوك؟ لا. الحمد لله أنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم. هذا سؤال إسقاطي. أيوة أبوي وأمي ومجهود طبعا وسهر الليالي وتعب قمنا ب إحنا ما للأسف الشديد يعني أنا ما. طيب أنت ذكرتين أنا أعرف الوالد الله يرحمه تابع من زمان يعني. أوكي. كذا شخصية كنت تابع من زمان في الصحافة وفي الإعلام. مين اللي أثر في حياتك أنت؟ هو أكتر شيء طبعا عباس غزاوي. عباس غزاوي هو كل شيء. إيه كيف؟ يعني مبادئه، تفكيره. كل واحد يعتز في والده ما في شك. كل واحد. لا هو فعلًا. لكن أنا أقصد إنه هل هو أعطاك الإدوكيتد يعني؟ يعني أنا كنت يعني والدتي لها دور يعني لها تأثير كبير من بأسلوب تاني. مبادئ ومبادئ. والدي يعني طريقة تفكيره وأسلوبه. بس هو فرق انه هو دبلوماسي كان انا مني دبلوماسية كثير يعني انا شوية اكثر يعني بس هو دبلوماسي كان بس انه كثير اثر فيه يعني هو اللي كان عامل الرافد ديك الاساسي نعم وهو اللي اختار يعني انت اخترت القطاع هذا ولا هو اعطاك لا انا اخترت القطاع وهو شجعني عليه هو والوالدة يعني شجعوني عليه ودعموني طيب ايش نصيحتك للمرأة احنا يعني طبعا ناخذ تجربتك عشان يستفيد كثير من النساء خاصة في بلدنا يعني في دول الخليج يعرفون في سعوديات ناجحات في سعوديات عندهم شركات سعوديات موجودات يعني انت نصيحتك للسيدات في ناس الحين شاهدوك وهم يمكن عندهم افكار كثيرة طموحات كثيرة بس مو عارفين كيف
كيف يمشكوا الخط الأول يعني الدرجة الأولى first step يعني كيف يقدروا يمشوا خطواتهم بالعواقب الاجتماعية بالعواقب اللي ما أعرف إيه واحد؟ أنا دائما أقول للبنات والشباب يعني تجربتك لخصيها. أنا لخصها، أنا دائما أقول إن أنا لما بدأت أنا دائما حطيت قدامي إنه ما في شيء مستحيل، هذه أول كلمة حطيتها قدامي إنه ما في شيء حيوقف قدامي، ما في شيء مستحيل، يعني بإذن الله إنه ما في شيء يوقف قدامي وأقول إنه هذا مستحيل ما أقدر أسويه. كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، كل شيء له طريقة. إيش المبادئ اللي سرتي عليها؟ مبادئي إن أنا ما في يوم يجيني وأغير أنا مبدئي قيمي، أنا عندي قيم معينة وحطيتها من بداية الطريق، خلاص هذه قيمي وهذه مبادئي، ما حيجيني يوم وأقول أنا لا عشان السبب عشان هذا الشيء حغير مبدئي، إن والله أنا أبغى الشيء فلاني فعشان الشيء فلاني أغير مبدئي أو أغير قيمي، لا خلاص أنا حطيت نظام معين أو زي قوانين معينة أمشي عليها وما في شيء مقابل أني أغير مبدئي أو رؤيتي أو شخصيتي أنا يعني ثابتة ما في شيء حيجي قدامه مهما كان رغبتي فيه أو ثمنه أو قيمته أو ما تتنازل أنا ما تتنازل أبدا وما تراجع عن حلمي اللي أنا أبغاه والحمد لله يعني أنا أشوف طيب. إنه إيش المبادئ اللي سرت عليها علشان إحنا في التجربة بالخطوات الأولى أي واحدة تبغى خلنا نقول مو شرط مجالك مجالات أخرى طبعا يعني إحنا ما نخش في التفاصيل هذه لأنه التفاصيل دي لا يعني أنا أقصد إنه كيف مثلا أنت بدأتي يعني واحد ممكن يقول يقول لك والله من وين لك رأس المال أنت ما تقدر تسوي رأس المال مثلاً. أنا أخذته من أهلي طبعا رأس المال أنا أخذته من أهلي بس رأس المال اللي أخذته كان مرة بسيط أنا هذا اللي أقصده أنا يعني التجربة يعني أنا حقول لك كيف بدأت أنا لما بدأت طبعا ما بدأت بالفشخرة أنا ما أبغى تفاصيل عملك أبغى كخطوط عريضة يعني أنا بقول لك عملت دراسة جدوى وشفت السوق إيش اللي موجود كويس يعني إيش السوق متحمل يعني ما كان في أيام أول ما بدأت أنا غير يمكن 3 شركات بس الموجودة كسيدات بيعملوا في هذا المجال فما كان في كثير أنا ماني الأولى ما أقولها أبدا يعني في غيري سيدات قديرات بدأوا في المجال هذا وإلهم بصمتهم في السوق ومعروفين وما شاء الله عليهم ممتازات كويس لما بدأت درست السوق بس لما بدأت ما ركزت على أشياء اللي هي إيش أقول لك الديكورات وما الديكورات لا فركزت على صلب العمل نفسه فلما بدأت مكتبي بدأت بأبسط الأمور وأول شغلانة اشتغلتها كان مكتبي ما في غير تليفون ومكيت بس هذا أول شغلانة اشتغلتها فيعني ركزت على العمل أكثر ما ركزت على الظواهر فلا يفكروا في المظاهر قد ما يفكروا في العمل نفسه كيف حتقدم تكون حرفية تكون عندها ثقة في نفسها مو ثقة وفاهم بالعمل حقه أيوة يعني تكون فاهمة إيش بتعمل ما يكون عندها الثقة اللي هي arrogant confidence يعني في حاجة اسمها arrogant confidence اللي هي الثقة الكذابة أو الثقة المفرطة مش المفرطة اللي الثقة اللي بس كذا يعني arrogant يسموها arrogant confidence بلا معنى ثقة ما لها معنى يعني لا أنت لما تكون عندك ثقة بعملك أو أنت دارية ودارسة عملك كويس وعارفة إيش بتعطي يكون عندك ثقة على دراية هذا اللي أنا أقصد يعني لما يكون عندك ثقة على إيش بتتكلم بس مو بس مجرد كلام يعني أنت تكون فاهمة إيش بتقولي يعني وعارفة إيش القوانين إيش اللي ليكي وإيش اللي عليكي لا تدخل السوق وأنت ما أنت عارفة يعني تعرفي حقوقك إيش هي إيش تدرسي حقوق وزارة التجارة كويس كامرأة وبعدين مثلا في سيدات ما في حاجة توقف في طريقة يعني مثلا أنت دحين ما عندك إمكانيات إنك أنت تفتحي بزنس ابدأي سمول هوم بيس بزنس ليش لا ما تستعجل وبعدين تتطوري شوي شوي تتطوري ما في حاجة مستحيلة هذا اللي أنا بوصل إياه إنه ما في شيء ما في حلم مستحيل أنت ممكن تحقق الحلم يمكن أنت حظك يساعد إنه ما في عوائق أسرية نهائي لا بالعكس كان دعم بالنسبة لي بس ممكن حتى هي تبدأ بأبسط الأمور يعني أنا اللي قصدي إنه ممكن عن طريق الإنترنت ممكن عن طريق الإنترنت الآن في أشياء كثيرة هذا بقول هل تقدر من خلال المنزل بيت كذا ما هذا ممكن تقوم في هوم بيست بزنس تبدأ عن طريق الإنترنت الفيسبوك تويتر أشياء كثيرة دحين الآن تدعم وتساعد وتسهل لها أمور كثيرة تقدر تعمل بزنس على بسيط ويجيب لها مردود ودخل كويس من غير ما تخش في الهاصل اللي احنا دخلنا فيه يعني مثلا دخلت وزارة التجارة وغرفة تجارية ودخلت في أشياء كثيرة يمكن هي ما تقدر تخش فيها الآن هي مستقبلا تقدر تعملها خليها تبدأ انت مبسوطة في عملك؟ الحمد لله مرتاح في عملك؟ الحمد لله مستقبل كيف تشوفي؟ لسه في هذا المجال يعني في هذا المجال مرتبط بوضع الاقتصادي في المملكة كنمو كإنفاق إلى آخره مرتبط في هذا الشيء؟ نعم
عانيت من مشكلة الأزمة المالية هذه قاعدة تصير في العالم؟ لا الحمد لله. آخر شيء يمكن فكر إحنا بالنسبة لنا لا الحمد لله يعني مرت الفترة الماضية هذه سموث. يعني كيف طيب كيف تشوفي المستقبل أنت؟ هل التركيز حيكون على قطاعات معينة بالنسبة لكم ولا هي مفتوحة؟ هي open. إحنا بالنسبة لنا open لأن إحنا بنعمل مع كل القطاعات. هل تشوفي فرص في السوق في القطاع الخاص كبيرة ما استغلت من الشباب أو من السيدات؟ يعني أنت تعمقت بكم في السوق الحين، تشوفي في بعض القطاعات في فرص ضخمة كبيرة متاحة لكن ما حد جاي لها؟ يعني بغالها دراسة أكثر، يعني ما أقدر أحدد. أنا أركز على قطاعي أنا أكثر عشان أكون صريحة معك، ما حاطي جواب. هذا اللي بقولك هي arrogant confidence، أنا إذا ما أعرف الجواب كويس ما هرد عليه. خلنا نقول بين قوسين أبو العريف، يعني كل شيء يعرف له بالضبط. أنا جواب ما يعني ماني متأكدة منه ما هرد عليه. طيب كيف أنت نقول نجحت غادة غزاوي؟ نجحت 1 2 3 4. أوكي. أنا أول شيء معتبر، على فكرة أنت لك 11 سنة صح؟ أي. يعني هي مسيرتك في البزنس. نعم. أوكي عشان نعطي تجربة 11 سنة. أنا أول شيء معتبر نفسي نجحت. لسه. أيوة لأنه إذا اعتبرت نفسي نجحت أعتقد إن هنا حارجع على ورا. فلسه معتبر نفسي نجحت. يعني لسه قدامي وقت. لسه عطائي كثير، يعني لسه عندي عطاء ولسه عندي طموح أكثر يعني. فمعتبر نفسي نجحت. بس اتوقع انه يمكن ماشي على طريق صح ان شاء الله، فهذه بدايه طريق كويس. زي ما قلت لك اهم شيء ان انا حطيت رؤيه فيجن معينه، انه انا ركزت على اسمي كثير، كان يهمني كثير، يعني ما اتنازل عن اشياء معينه. بناء الاسم مثلا تجيني بروجكت معينه او شغل معين. يجيني مثلا شغل معين او بروجكت معينه، انا ممكن اخسر على البروجكت هذه، يعني ادفع من جيبي عليها. اوكي ولا انه تطلع المناسبه هذه بغلطه واحده. اهم شيء انه تطلع البروجكت ولا المناسبه باكمل صوره ممكنه. حاربوك شركات منافسه؟ اي طبعا حرب. طبعا يعني طلعوك من السوق. طبعا يعني لازم يتوقع اي واحد يدخل هذا البزنس انه ممكن تواجه حرب. دفنتلي. أنا جاتني مناسبات كثيرة. كيف واجهتيها طيب؟ مناسبات كثيرة عملوا فيني أشياء رائعة. كيف واجهتيها؟ بصبر يعني، وحاولت أتداركها. طبعا إحنا في الإيفنت مانجمنت بتحصل لنا مشاكل، يعني ما فجأة تلاقي سماعة ضربت، تلاقي نور ما أدري إيش صار له، صوت ما هو طالع، أشياء زي كذا يعني بتحصل لك، أشياء زي كذا بتحاول تتداركها قدر الإمكان، تقفل هنا تفتح هنا تعمل شيء، بتحصل مواقف زي كذا يعني بنحاول نجملها يعني قدر الإمكان. بس ممكن موجود هذا الشيء. يتوقع أي أحد يعني. طبعاً أكيد. طيب في دقيقة أو نص دقيقة كيف تلخص تجربتك أنت؟ يعني تقولي هالتجربة بهالشكل بهذه الصورة كيف تلخصيها؟ تجربة مليئة بال، ما هي مملة أبداً هذه أكيد يعني. أهم شيء تصير مربحة. الحمد لله. أي أكيد مربحة، وفيها خسائر وفيها ربح. كل شيء فيه خسارة وفيه ربح، لكن النهاية لا كويسة، تعتبر كويسة. ما فيها ذاك الربح المرة تعتبر كويسة. الحمد لله يعني أعتبر أنه أنا ماشي في الطريق الصحيح، وأتمنى لسه قدامي كثير أو عطائي كثير، وأتمنى أنه أنا وغيري ننعطى الفرصة الصحيحة أنه إحنا نثبت جدارتنا كسعوديين. وأنا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في الآن وفي مستقبلك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك مشاهدي الكرام، أيضا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.